ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. هنكمل مع بعض اللي احنا ابتديناه المره اللي فاتت. احنا خلصنا الحمد لله البيبتيك ألسر، وخلصنا الحمد لله مع بعض الانتي اميتك. اخر حاجه بس في الانتي اميتك تاني، عشان بعض الناس كلمتني فيها، خد بالك من حاجه، ان الادويه الانتي اميتك انت ممكن تحطها ان كومباينيشن. من اشهر الحاجات الميتو كلوبراميد مع الانتي هيستامينيك او الانتي كولينرجيك. الانتي هيستامينيك او الانتي كولينرجيك بتقلل من اعراض الباركنسونيزم، خلاص. في كمان عندك الميتو كلوبراميد مع الديكساميسازون. الديكساميسازون بيقلل من اعراض الميتو كلوبراميد، تمام، ان هو يعمل دايريه. يبقى الديكساميسازون مع الميتوبراميد، الديكساميسازون من الحاجات اللي ممكن زي ما اتفقنا ان هو يقلل الدايريه بتاعه الميتوكلوبراميد. ماشي يا اولاد؟ طيب ايه العنوان الجديد بقى اللي احنا هنخش فيه النهارده؟ العنوان الجديد اللي احنا هنخش فيه النهارده هي الادويه البروكاينيتك. بروكاينيتك معناها ايه؟ معناها ادويه بتزود، خد بالك، بتزود الموتاليتي بتاعت الجي اي تي، خلاص، بتخلي الجي اي تي الموتاليتي بتاعتها تبقى زياده. ومن اكتر الاستخدامات بتاعت البروكاينيتك ان انت ممكن تستخدمها في علاج الجورد اللي هو الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز. طيب مين هم اشهر البروكاينيتك اللي انا عايزك تعرفهم؟ طبعا احنا ممكن ان احنا نستخدمهم في الجورد، ممكن كمان نستخدمهم في حالات الانستيزيا. بعد الانستيزيا دايما بيحصل نوع من انواع الجاستريك اتوني، ان المعده بتبقى واقفه، فبعد الانستيزيا احنا ممكن ندي الحاجات دي عشان تزود الموتيليتي بتاعه الجي اي تي. كمان على فكره، قبل ما اتكلم على الاسامي، برضو في حاجات يا شباب بروكاينيتك من اللي بتستخدم في علاج مرض، برضو انا عايزكم تعرفوا الحكايه دي، مرض اسمه الديابيتك جاستروباريزس. الديابيتك جاستروباريزس اللي هو الشلل بتاع الامعاء اللي بيحصل عند مرضى السكر. اسمه ايه؟ اسمه دايابيتك جاسترو باريزس، خلاص، شلل الامعاء اللي بيحصل عند مرضى السكر. طيب مين هم اشهر الادويه؟ اول واحد عندك هو الميتو كلوبراميد، خلاص مش هنتكلم عليه كتير. يلا، عايز حد شاطر بس يفكرني ايه الميكانيزمات اوف اكشن بتاعته. الميتو كلوبراميد كان دي 2 بلوكر، كان عنده المقدرة انه يشتغل على الفايف هيدروكسي تريبتامين 3، وكان عنده المقدرة انه يزود الاسيتايل كولين. الميتوكلوبراميد من اشهر الادوية البروكاينيتك، ما تنساش الميكانيزمات اوف اكشن بتاعته، خلاص. الميتوكلوبراميد ممكن استخدمه كانتي ايميتك، كبروكاينيتك، ماشي، ويستخدم طبعا في الحكايه بتاعت الكيموثيرابي، ممكن يستخدم في البوست اناسيتك، ممكن يستخدم في البوست راديشن، كمان بروكاينيتك، قلنا هذا الكلام. من الأدوية التانية برضو المهمة جدا، قال لك دواء اسمه الدومبريدون. الدومبريدون يا جماعة، الدومبريدون ده واحد من الأدوية اللي أنا بحبها صراحة. الدومبريدون اللي هو موتيليوم وموتينورو. الدومبريدون إيه الميكانيزم في أكشن بتاعه؟ بيشتغل كدي 2 بلوكر بس، خلاص، وهو فعليا بيشتغل بس على السي تي زد. هذا الدومبريدون لازم تبقى انت عارف انه ما عندهوش مقدره انه يعمل اعراض باركنسون. لا، ده ما يعملش باركنسون، خلاص، ده ما يعملش هايبر برولاكتينيميا، مش هياثر على البرولاكت، لانه بيشتغل فقط لا غير على السي تي زد. فالموتيليوم او الموتينور اقل كتير في التوكسيستي من الميتو كلوبراميد. يبقى الدومبريدون، خلاص، لازم تبقى انت عارف انه بيشتغل بس على السي تي زد، ونكتب جنبه ان هو مش هيعدي البلاد برين بارير، نوت بنتريت البلاد برين بارير. هتيجي تقول لي طب هيشتغل ازاي على السي تي زد واذا كانت السي تي زد جوه الدماغ؟ السي تي زد نوت كفرد بالبلاد برين بارير، نوت كفرد بالبلاد برين بارير. هو بيشتغل على السي تي زد ولكن ما بيقدرش يخش جوه الدماغ، خلاص، لانه مش بيعدي البلاد برين بارير. والسي تي زد كمكان مهم قوي وانت بتذاكر تبقى حاطط في دماغك ان السي تي زد نوت كفرد بالبلاد برين بارير. السي تي زد زي ما اتفقنا نوت كفرد بايه يا اولاد؟ بالبلاد برين بارير. في كمان عندك برضو واحد من الادويه الثانيه اللي عايزك تعرفها لي، حاجه اسمها الاريثرومايسين. هتيجي تقول لي ما الاريثرومايسين ده مشهور جدا يا دكتور ان هو انتي بايوتيك،
ولكن لقوا ان هو بيشتغل شبه حاجه اسمها الموتيلين، او بيشتغل على الموتيلين ريسبتور. انا جوه جسمي حاجه هرمون كده اسمه الموتيلين، هو بيشتغل زي. فالاريثروميسين من الحاجات اللي ممكن نقول عليه ان هو بيشتغل شبه الموتيلين هرمون، يبقى ممكن نقول عليه موتيلين انالوج، موتيلين انالوج. والاريثروميسين ده برضو من الحاجات اللي ممكن نقول عليه ان هو موتيلين اجونست. وخد بالك ده دايما بيجي في الامتحان، الاريثروميسين بيستخدم في علاج الدايابيتيك جاستروباريزيس. وخلاص انت بقيت صيدلي وبقيت انسان محترم كبير، لازم تبقى انت حاطط في دماغك بشكل كويس جدا انك لما تلاقي طبيب كاتب الاريثروميسين مش بالضروري ان الاريثروميسين ده يبقى هو كاتبه كانتي بكتيريال. لا، الاريثروميسين ممكن انا ابقى كاتبه كبروكاينيتك، كحاجه تزود الموتيليتي بتاعه الجي اي تي زي ما اتفقنا مع بعض. في كمان برضو من الحاجات التانية اللي ممكن برضو يعني نسمع عنها كتير، الأدوية اللي بتشتغل على الفايف هيدروكسي تريبتامين فور، ويقولوا عليها أجونست. فايف هيدروكسي تريبتامين فور أجونست، مشهورين جدا مشهورين جدا. كان أساميهم إيه زمان؟ كان في حاجة اسمها التيجا سيرود، وفي حاجة اسمها السيسا بيرايد. تمام، تيجا سيرود والسيسا بيرايد، وفي كمان حاجة اسمها الموزا بيرايت، في حاجة كمان اسمها موزا برايت. يمكن التيجا سيرود والسيسا بيرايت او الحاجات دي ما نجحتش قوي، لانهم لقوا انها ممكن تعمل مشاكل على الجي اي تي. طبعا هي مشاكل على الجي اي تي ان هي هتزود الموتيليتي بتاعت الجي اي تي، وبالتالي ممكن انها تعمل دايريه. لكن السبب الاقوى اللي خلى الحاجات اللي هي التيجا سيرود والسيسا بيراي دي انها ما تبقاش موجوده، انهم لقوا انها بتعمل مشاكل على السي في اس، ممكن تعمل مشاكل على عضله القلب وتعمل حاجه اسمها برولونج الكيو تي. ولو انت فاكر كان في حاجه اخذناها في الاريزميا، لما بيحصل برولونجيشن للكيو تي بيحصل حاجه اسمها تورسا دي بوا. مهمه قوي القصه دي يا جماعه، بيحصل حاجه اسمها ايه تاني؟ تورسا دي بوا، اللي هي فنتريكولار اريزميا. وبالتالي الفايف هيدروكسي تريبتامين 4 اجونست دول ما نجحوش قوي، لان هما ممكن يعملوا مشاكل على ايه يا اولاد؟ زي ما اتفقنا على الكارديو فاسكولار. خلاص؟ يبقى مهمه زي ما اتفقنا موست اوف زيم حصل لهم ويز درون. السيسابيرايد والتيجا سيرود دول اتشالوا. الموزابيرايد ده حاجه ريسنتلي يعني لسه ظاهره جديده، ملهاش مشاكل كارديو فاسكولار قوي. ممكن كمان يستخدموها في الديسبيبزيا عسر الهضم، وممكن كمان يستخدموها في الجيرد اللي هو الجاسترو اسفيجير ريفلكس ديزيز. يعني زي ما انا بقول ان التيجا سيرود والسيسابيرايد دول اتشالوا خلاص، يمكن الموزابيرايد ده احدث حاجه فيهم، نكتب جنبه ان ده اكتر واحد فيهم ريسنت. ريسنت يعني احدث حاجه موجوده دلوقتي. خلاص، الادويه دي كلها يا شباب هنسميها ايه؟ هنسميها الأدوية البروكينيتك.